بخبركم سالفة الجني اللي بعده موجود في الحرمة في الزوجة اللي عمرها 22 سنة وحاليا موجودين في عمان. والسالفة بدت من 4 أيام. أنا أصلا كنت متشكك بس لين ما اتيقنت فنزلت قلت إذا حد يعرف أي شيخ أي راقي فبخبركم السالفة من البداية. فالبنت عمرها 22 سنة كانت حامل وسقطت وفجأة بدأت تطلع أصوات الرجال كذي وبدأت تصارخ لدرجة الجيران اشتكوا وأجت الشرطة وحتى هم شافوها وقالوا إنها فيها جني. أنا صراحة كنت متشكك قلت لا ما غريب مستحيل ومستحيل مستحيل. المهم ربيعي شبكنا بالزوم فكأن أخس عن فيلم الرعب الإنجليزي إكسورسيزم. الصوت غير، الوجه غير. ربيعي صديق زوج المرأة البنت، فربيعي كان جايب ماي مقراي من باكستان. المهم جاي وفي التصوير يعني في الـ في الـ في الزوم فياي يعطيها الماي. كان يقول ليش الجني يتكلم ليش جايبين الماي من باكستان، الماي هذا مقراي عليه من الشخص فلان بن فلان، وذكر اسم الشخص. وربيعي الحين خايف وماسك التليفون ويديه تنتفض وانا جالس اطالع واسكر الكاميرا ما قدرت اكمل. انا ارتبشت خفت 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 بس تميت اسمع الاصوات. ليش تبونا تخسون ما تقدرون تطلعوني اذا شربت الماي ما يسمونه ما، لان اللهجه كانت صعبه. هي تتكلم لهجه البنجابيه وانا لغتي البنجابيه ما هي قويه. اذا شربت الماي بموت ما راح اشرب وما راح تقدرون تطلعوني. المهم مثل ما قلت الشرطه حتى يو قابل والجيران بعد على طول يسمعون صوته وهي تصارخ. خلينا نقول الجني يصارخ. فالزوج تم الحين الزوج خايف مره خايف يقول ما اعرف شو اسوي شو اسوي. المهم اعطيناه اول شيء الرقيه، اعطيته رابط اليوتيوب حق الرقيه وفي شيخين نسيت اقول جايبين 2 اللي حق الرقيه الشرعيه ما قدروا خافوا فلوا شردوا قالوا لا ما نقدر هذا الجني وايد قوي. ف صح وايدين قالوا هذه يمكن سكيزوفرينيا عندها انفصام شخصيه بس الصوت غير. اوكي ويوم يطلع الجني منها ويرجع يطلع ويرجع فجاه ترجع طبيعي ما تتذكر شيء بس تتذكر في عندها الام في الظهر تقول شو صار شو مستوي. فالله المستعان الله يكون في عونهم يا ربي الله يا رب ما ادري شو اقول لان بعدها. فاليوم وانا اسجل الحين الفيديو هذا في راقي راح يجيهم وبكره في راقي ثاني بيجيهم باذن الله ان شاء الله اليوم هم يفتكون. بس الصوت انا ما قدرت اكمل الزوم سكرته على طول ما قدرت استحمل يعني بكل امانه خفت.